تواصل الاداره العامه للدفاع المدني العمل على الحفاظ على سلامه الارواح والممتلكات وحمايتها من المخاطر ونشر ثقافه الوعي للحد من الخسائر في المساكن المشتركه لسكن العمال. تعمل الاداره العامه للدفاع المدني على تنظيم حملات توعويه خاصه بمتطلبات السلامه في المساكن المشتركه لسكن العمال. والتي تهدف الي تسليط الضوء علي الاخطاء الشائعه التي يتم ارتكابها لمنع وقوع الحوادث والتاكد من التزام اصحاب المباني باشتراطات الامن والسلامه اطلقت الاداره العامه للدفاع المدني حمله السلامه في سكن العمال وذلك بهدف رفع مستوى الوعي لدى العماله الوافده طبعا الهدف منها لتقليل نسبه الحوادث والحراق في هذه المساكن كذلك لتوعيه الغاطنين باهم اشتراطات واجراءات السلامه في المباني والتاكد من اصحاب المباني انهم ملتزمين باهم اشتراطات الامن والسلام من خلال فريق مكتب العلاقات العامه والتوعيه توزيع مجموعه من البروشورات والمطويات التوعويه اللي تم ترجمتها الى اربع لغات توعوية. كذلك إن تم توزيع الهدايا من معدات السلام المختلفة سواء كانت طفاية حريق أو كاشف دخان أو بطانية حريق كهدايا تشجيعية لهم. الإدارة العامة للدفاع المدني دائماً ما تحرص على تطوير الكادر البشري والتحلي بالجاهزية واستخدام التقنيات الحديثة بشكل يسهم في مواجهة التحديات والحد من الحوادث. لتحقيق رسالتها النبيله في حمايه الارواح والممتلكات